عسلامة، مرحبا بكم على القناة الوطنية الأولى في النشرة رقم 3 من أيام قرطاج السينمائية في يومها الرابع. يقول محمود درويش: وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك، هناك من يطلبون السلام. الحرب هي المحور اللي باش نتحدثوا عليه اليوم في النشرة اليومية لأيام قرطاج الموسيقية، لكن قبل الحروب باش نحكيوا على آخر الأخبار. تعرفوا أنه في الأيام قرطاج السينمائية الجمهور يقبل بكثافة على عدد كبير من الأفلام، وحتى يصل الأمر إلى أنه تنفذ التذاكر. فعلا هناك عروض، مثلا فيلم في عينيا لنجيب بالقاضي كان تعرض اليوم ماضي 3 في قاعة الكوليزي بشبابيك مغلقة. لسه انا في صغير. شنو؟ تشوف في حد؟ نورمال؟ شنو؟ بيبي نورمال. يا تون فخير كي غيت با دابلي. الو. وي سي. اسمع، السارة عملت جات سارة. وقت اختي جي بعثت لنا عاد المنافق حب على الحضر. كيس كي فولي تون فخير؟ يفير كو جو رونتر. تحب تمرمدني انا في عمري هذا في المحاكم. الحكاية هذي يلزمها تقف. خلي عندك العشية هذيك. ما عادش عندي جهد، طفل مهبول ياسر. موش مهبول. نضال السعدي، سوسن معالج، والطفل الرائع إدريس الخروبي في الفيلم هذايا، فيلم في عينيا لنجيب بالقاضي اللي قلت اليوم أنه تعرض مع حضور كامل فريق العمل. موش الفيلم الوحيد اللي تعرض في شبابيك مغلقة، ولكن أيضا شريط يوم الدين اللي كان ضيفنا البارح المخرج المصري أبو بكر شوقي كان ضيفنا في أيام قرطاج السينمائية، تعرض هو كذلك في شبابيك مغلقة البارح 9 متاع الليل في الكوليزي، واليوم كيف كيف في مدينة الثقافة في مسرح الجهات اللي مش بعيد على مكان التصوير، تعرض كما قلنا بشبابيك مغلقة. تأكيد من انت؟ انا عالي صغير. سلام عليكم عيانين استاذ رضا، عايز اشوف الملف بتاعي. حالك من حال المستعمرة، كل الناس هنا ما تعرفش مين اهلها. افرض لك انت اهل، هتسافر ازاي؟ لا بتعرف تركب عربية ولا بتعرف تركب قطر. انت نسيت ولا ايه؟ يلا نروح ندور على اهلك. هتمشي في الجنوب لحد ما توصل لهنا. اجي لي اهو. خلي ايدك من عليا. اسم الواد ايه؟ بابا. يلا بينا. على فين؟ على اللوكاندا يا اخويا. ما تيلا فر من المجزومه فرارك من الاسد. انت قلت ما بيعديش صح؟ ايه ده؟ عشان النبات ما تبصش عليك وما تخافش منه. اه مش هي جاي اشوف ابوه خايف. احنا منبوذين ملهاش علاج، بس ما ينفعش تستعر من نفسك. دراما كوميديا فيها الكثير من العمق الإنساني لفيلم يوم الدين لأبو بكر شوقي. الحقيقة الفيلم هذايا اللي تحصل على الكثير من الجوائز عينه يبدو هي أيضا على التانيت. فيلم آخر تعرض يوم أمس، فيلم محمود بن محمود. الفيلم يحمل عنوان فتوى، ويعلن هالفيلم هذايا انطلاق عرض الأفلام التونسية، لأنه هو أول فيلم تونسي يعرض خلال أيام قرطاج السينمائية والمشارك في المسابقة الرسمية. واللي احنا نذكروكم عنا 3 أفلام في المشاركة في المسابقة الرسمية خاصة على المستوى الفيلم الروائي الطويل. عنا فتوى لمحمود بن محمود، في عناية لنجيب بالقاضي، والشريط الأخير لمحمد بن عطية ولدي. معنا ضيف يحضر في النشرة اليومية لأيام قرطاج السينمائية، الفنان والممثل أحمد الحفيان. مرحبا.
مرحبا بك للا، وشكرا على الدعوة اللطيفة. يعني أنت عم ناول في أيام قرطاج السينمائية، كنت تحضر في فتوى وأحضرت بطريقة برقية وخاطفة للأيام، لأنك كنت تمثل في الفيلم اللي خرج في الأيام هذه. أي تقريبا مرت سنة على الأسبوع الأخير من إنهاء التصوير، يعني تصادف الأسبوع الأخير من إنهاء التصوير فيلم فتوى مع أيام قرطاج السينمائية، فكان حضوري نوعا ما هيك كما قلت انت برقي، ولكن ما نجمش نصبر على ايام قرطاج كما كل اغلب المواطنين التوانسه واغلب محبي السينما، ومش كان في تونس بركه، حتى في العالم العربي والافارقه، يعني كل دوره يجي ويجري لانه فما احتفاليه كبيره بالسينما العربيه والافريقيه. اش قولك قبل ما نرجع الحديث معك على الفيلم نشوفوا العنصر هذا؟ فتوى ان فيلم افوار باش نتفرجوا فيه توا، يلي سيليكسيوني اون كومبيتيسيون اوفيسيل، فيه ممثلين باهين برشا كيما كيما احمد الحفيين، كيما غاليه بن علي، كيما انا. دورك شنو باش يكون؟ تكتشفوا. هو دور باش يقلب مجرى الفيلم نقولوا احنا، معناها يلفا ريفيلي ان سكري في الفيلم، دونك انا باش نقول لك شنو دوري باش تكتشفوا دوري. فرحانه برشا للفيلم في المسابقه، فرحانه اللي نصور في فيلم مع محمود بن محمود اللي هو واحد من اهم المخرجين في تونس، مع حمد حفيان غول برينسيبال، مع غاليه بن علي، دونك سي ان اونور بور موا، معناتها لو فات اللي نكون في فيلم كبير كيف ما هكا. فيلم يحكي على قضيه مهمة، حاجة سوجي معناتها داكتواليتي، جيسبر يمس العباد، وجيسبر العباد تعيش اللحظة، معناتها سي 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 لو بلوز امبورطون. انت جوال في البازار؟ لازم تحكي مع زياد. شكون هذه؟ طفلة اللي تعدى عليها ساعة، كانوا صحاب ما يتفرقوش، رمي روحه بالجبل، سي ايفيدون. جاش البالك اللي هو زاد كان معدل يا بوي تحسيبه صخرة مزاز أو شيء. حمد الحفيان، شفنا آراء الناس قبل ما يدخلوا اللي باش يتفرجوا في فيلم فتوى، وبعد شنو اللي قالوا؟ يعني اللي صورتوهم توما اللي صور كمل لنا انت بقيت الروبورتاج. والله شوف العمل مع محمود بن محمود متعة كبيرة، وبالأساس هي السينما مجعولة للمواطنة، فكي تسمع أنت يجيك مواطن ويعطيك رأيه وانتباعه وحتى ما أخذه وتساؤلاته، وخاصة يعني إذا كان أنت تعمل فيلم والمتفرج يخرج بتساؤلات، هذا المهم. برشا أسئلة سألوك البارح، لا هم يسألوا فيهم لرواحهم ويتناقشوا بين بعضهم، يعني الشيء فرحني، وخاصة الشباب يعني بعد العرض واصلوا النقاش على الفيلم مع بعضهم في موضوع مهم ياسر، اللي هو في وسط هالموضوع هذا فما حاجة أهم شيء، الإنسان. شنو المحور بتاع الفيلم إبراهيم الناظور؟ احكي لنا هكا بطريقه مقتضبه باش ما نكشفوش بطبيعه الحال كل السيناريو، ولكن الدور نتاعك دور مهم جدا. إبراهيم الناظور يعيش البرة، يشتغل في قطاع السياحه، للاسف هو مطلق، في نهار يجيه تليفون يقول له ولدك توفى، لطف يجي من باريس باش يعمل اجراءات الدفن، ولكن قلت لنا يذول الفيلم. ولكن في لحظة ما حس اللي يموت ولده مش حدث مرور، وإنما حاجة ما هيش طبيعية،
وبدات من غادي يبدا الفيلم. الشخصيه سعه حمد الحفيان مش اول مره تعامل مع محمود بن محمود، عملت معاه في شريط الاستاذ، لي شرف التعامل في شريط الاستاذ، واخذت جائزه على شريط الاستاذ على افضل دور رجالي. لا أو افضل ممثل، افضل ممثل ما فما يا افضل سواء امراه ولا راجل، فما ممثل واحد ممثل افضل ممثل افضل ممثل, أفضل ممثل. ومثلت زيدا مع نوري بوزيد في عرايس الطين، وانت عندك حضور زيدا ايضا في فيلم في موجود ماهوش في المسابقه الرسميه في الوثائقيات، مش في الوثائقيات التسجيلي، بطيخ الشيخ، بطيخ الشيخ مكاثر بن هنيه، زوز اشرطه شريط بطيخ الشيخ زيدا اللي تمتعت في التعامل مع كوثر بن هنيه، وكذلك شريط الهدية للطيفة الدغري. لطيفة الدغري. بين رجعوا الفيلم فتوى، كيفاش كانت إدارة تمثيل تاع المخرج محمود بن محمود؟ لأنه نحسوا أنه فما دقة في لعب الدور، خاطر فمك المعادلة إبراهيم النظور يظهر المواطن التونسي العادي، عادي جدا، فما برشا سكينة وفما برشا هدوء رغم اللي الموقف صعيب كما قلت وفاة ابنه. أي هو بالفعل أنه يظهر مواطن عادي، هذا مقصود في الكتابة بتاع محمود، ولأنه الفيلم يحب يحكي على المواطن التونسي العادي البسيط في وسط تجاذبات اجتماعية وما إلى ذلك. فكان بالأساس أنا نمن بالتحضير، في عملية التحضير قبل التصوير خدمنا على الشخصية أنا ومحمود، ومشينا وبقيت زملائي كذلك، ومشينا في بعض الأحيان إلى بعض الديكورات اللي صورنا فيهم كي تكون الفرصة متاحة وموجودين على ذمتنا، وحاولنا يعني وأنا حاولت بتوجيهات يعني محمود أنه نتبنى الخطاب بتاع شخصية إبراهيم نظور، يصير يعني نابع مني، يصير كلامي أنا، يصير طريقة عيشي أنا، أسلوب تعاملي أنا، فجات باش يكون الأداء طبيعي ويكون صادق. والفيلم هذا عملناه برشا صدق، لأنه في المحك وفي الميزان في الحكاية هو الإنسان، وبصفة خاص الإنسان التونسي. لكن بعد في لحظة ما في الفيلم، وهذه نقولها للمتفرجين، راه هو تونسي، ولكن بعد تولي تحس اللي هو إنسان يعني ينجم يكون جزء من العالم الكل، يعني ما تنسى اللي هو فقط تونسي، هو إنسان، إنسان بأتم معنى الكلمة. الإنسان هو محور تقريبا كل الأفلام الموجودة أكيد. في المسابقات الكل. أنت مولود عام 1966، وقت اللي بدأت أيام قرطاجة السينمائية أكتوبر 66، مع وقت اللي فكر المؤسس والأب الروحي لأيام قرطاج السينمائية ويعمل يعني فما علاقة، يظهر لي بدأت منذ البداية مع السينما. أكيد أنك تطمح أنه تتحصل على التانيت، وعينك على آخر يوم في المهرجان، يوم الاختتام، يوم السبت. نتمنى كل فنان يتمنى جائزة، لكن مهمة الجوائز، ولكن أهم المسيرة بتاع الفيلم من بعد في قاعات التوزيع التجاري، لأنه قاعات التوزيع التجاري والمواطن رجع يمشي للسينما ورجع شغوف ومتشوق يحب يشوف الأفلام التونسية، شيء يسعد وشيء يفرح. إن شاء الله تحيا السينما التونسية، على خطر هي حفلة بالأساس معناها، والحفلة متنجم تكون كان بالممثلين وبصناع السينما وبكل إنسان يحب أكيد. الحياة ويحب الفن. احنا حبينا نستبقوا البالماريس متاع أيام قرطاج السينمائية، ونهديه لك تانيت تهديها تلفزة تونسية لكل الناس اللي جاوا ضيوف واخذوا بخاطر البرنامج هذايا وحضروا معنا. فهذا تانيت رمزي اللي أحمد الحفيان قبل التانيت، وإن شاء الله كما قلوا يكون طالع خير ليكم بكل امتنان وبكل فخر. شكرا، بارك الله فيك. اوه جميل جدا، جميل هذا هذا في 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 بيتي باش نحطه في مكان عالي باش ولدي ما يكسروش. لا ما يتكسرش. هذا من اهداء جمعيه الشبان والعلم، اللي هي جمعيه اللي هي اللي تعمل فيها الشباب عمرهم كيما اني كنت تحكي 16 و17 سنه. جمعيه الشبان والعلم، انا بالمناسبه هذه نحييهم ونعرف نشاطهم من اواخر الثمانينات الى يوم الناس هذا، ومن بعد أنجبوا كوادر أكاديمية وعلمية لتونس. حيا الله العلم، هذا فزتني فخر توا بالتانيت أكثر، هو فخر أني نتلقاه
من التلفزة الوطنية وتزيد تقولي شباب والعلم يعني شبان والعلم يعني فخر كبير لي أنا. شكرا. حمد حفين نخليوك معنا باش تشوف معنا العنصر المسجل هذا بشي العالم آخر تو عالم الفلوس عالم التاكس شيلتر وعالم صناعة الإنتاج السينمائي. نشوف العنصر المسجل هذا على تاكس شيلتر. الملجأ الضريبي هو وسيلة لدعم الإنتاج الوطني في السينما وفي السمع البصري بصفة عامة، وقع اللجوء ليه لأنه التمويل العمومي يكون مش كافي، فقاو وسائل لأنه هي نوع ما من الشعور بالمسؤولية المجتمعية تجاه الإبداع السمعي البصري من دول متقدمة في عمل أوديو فيزوال. ما ينجمش يكون من جهة واحدة، احنا قاعدين نشوفوا في حلول. أنا على هامش أيام قرطاج السينمائية بالتجارب اللي موجودة في عدد بلدان خاصة في البرازيل وفي بلجيكا وفي المجر، في معناها عندهم حاجات عملوهم اللي خلات السينما وخلات بصفة عامة الأوديو فيزوال يلقى معناتها التمويل خارج الحاجة اللي مستنسين بها. احنا ديما هي وزارة الثقافة. تقسيم الفلوس يصير بانهم في الكونفنسيون هذيا يفرضوا اون بارتي من الفلوس تقوم معناتها تتصرف في الليتا في البلاد في بلجيكا تتصرف غاديكا وسام اخرى تنجم تتصرف في الـ في الـ في البلاد اللي باش يقوم بها معناتها باش يعملوا فيها البرودكسيون او تصوير الفيلم اذا كان تونس ولا المغرب ولا غيره. في تونس ما تتقسمش لان ما فماش مداخيل. احنا في تونس قاعدين نناضلوا من اجل انه السينما تبقى موجوده لانه ما عندناش قاعات ولذا ما عندناش جمهور ولذا ما فماش مداخيل. لكن عادة المعمول به في العالم أنه نص المداخيل تمشي للمنتج ونص الثاني يقع بالعكس، أنه نص المداخيل تمشي للموزع ونص الثاني يتقسم بين الواحد. هي معاملات لأنه إذا كان مثلا فما موزع يسبق فلوس يعني يسبق يقوم بتمويل الفيلم عند الإنتاج فتكون عنده نسبة أكبر، وفما معناها موزع ولا يتدخل تقريبا فقط لتوزيع الفيلم فتكون النسبة أقل. تاكس شيلتر برشا حكايات على الفلوس وعلى الانتاج، وما نلقاوش خير من حبيب عطيه المنتج السينمائي باش يحكي لنا. ساعه اول حاجه انا تعقدت بنسبه الارقام نحب نسال سؤال، ايش معناتها التاكس شيلتر نبسطوا للناس اللي تفرجوا فينا؟ والله بكل بساطه تاكس شيلتر هو يعني شركات اللي تعمل مرابيح في البلاد دونك تخلص الضرائب، قسط من الضرائب هذوما يمشيوا للانتاج السينمائي مثلا. معناتها هو دعم تعطى للشركات اللي تخدم في مجال السينما باش هي تنجم تنتج هو اكثر. لا هو المفروض القسط هذا من الضرائب يعني وزاره الماليه اللي هي تاخذ ضرائب تحولها مثلا مركز السينما والصوره السي ان سي، وهذايا يتزيد في المبلغ اللي مخصص لدعم الافلام السينمائيه بصفه عامه، فهمتني؟ وديوليو يعني عندنا اكثر فلوس معناتها فاكثر افلام ولا ما تجيش سينما من غير فلوس هكا ولا؟ اكيد سينما فن ولا وسينما صناعه وسينما فلوس هو من توا في الفنون بصفه عامه اللي يظل الفن الأكثر مكلف. الأكثر مكلف. البارح حبيب عطية وراك الصالة اللي اسمها قاعة المبدعين شبان كانت الندوة الدولية حول التاكس شيلتر وهل الاستثناء الضريبي هذايا. ساعة نحبوا نفهموا احنا حبيب المنتج وقت يدخل باش يعمل مغامره نتاع فيلم، مغامره محسوبه اقتصاديا، الفلوس علاش معناتها الفلوس الكل بصفه عامه في العمل السينمائي شكون تمشي؟ تمشي الممثلين؟ لا الفلوس تمشي لصناعة الفيلم، تمشي لكل شيء. كنت تعطينا نسبك. اي هو ما فماش نسب، ولكن بصفة عامة هو المنتج هو راهو المهمة نتاعو ماهيش بركة تمويل الفيلم، ولكن هو الشريك الأولاني نتاع المؤلف ونتاع المخرج أول حاجة. يعني المسؤولية من مسؤوليات المهمة نتاع المنتج هو أيضا التفاعل مع المؤلفين بصفة عامة ومع المخرج على يعني القطاع الفني يعني من كتابة السيناريو حتى لمونتاج الفيلم وتكميل الفيلم. المهمة الأخرى اللي هي مهمة جدا
هي تمويل الفيلم. نعرفوا نحن توا في تونس عندنا الدعم نتاع الوزاره الثقافة. حق مش الافلام الكل عندها الحظ باش تاخذ دعم، والدعم الحق يمثل اليوم اقل من ثلث تكلفه فيلم بصفه عامه. فالمهمه نتاع المخرج هو نتاع المنتج سامحني هو يعني البحث على دي بارتنير فهمني، شركاء في العالم الكل، شركاء ينجموا يكونوا منجين من دول اخرى، ينجموا يكونوا موزعين، ينجموا يكون بائعي افلام فهمتني. فالشيء يعمل المخرج يشوف فماشي صناديق دعم في بلدان اخرى، ويشوف ايضا يبدا يبيع الفيلم قبل ما يتعمل، يعني يبيع مناطق من العالم، يبيع الحقوق من الحقوق، وساعات نخلطوا حتى نبيعوا الحقوق الكل باش نجموا نحصلوا المبلغ اللي يخول لنا باش نعملوا الفيلم فهمتني. معناتها انت قلت لي فاش يتصرف، فاش يتصرف، فاش يتصرف، يتصرف على الناس اللي تخدم على السينما الكل، على الفيلم الكل اكيد، من المخرج والمؤلف وكل الطاقم الفني والتقني، على كل ما هو يعني ديكورات. الجزء الاكبر وين يمشي؟ للتصوير. للتصوير جزء اكبر ديما، تقنيات معناتها ديما كراء المعدات بصفه عامه، التصوير للفريق التقني راهو يعني معدل على الاقل فما 50 شخص يشتغل على تصوير فيلم. توا يعني الافلام الحق الفتره نتاع تصويرهم قاعده تتقلص لانه الموارد الحق نقصوا برشا فهمتني، والدنيا غليت. توا موين معدل يتصور الفيلم في 6 أسابيع، ست أسابيع معناتها 36 يوم تصوير. التحضير نتاعو يدوم أيضا 6 أسابيع هكاك قد التصوير. ولكن قبل هذا الكل فما المرحلة الطويلة، وهي من أطول المراحل اللي هي نعيطوا لها مرحلة التطوير، اللي مهمتها هو كتاب السيناريو وتحسين السيناريو وإيفيدامون البحث على تمويل الفيلم. وهذه الفترة هذه من المعدل أنا بتجربتي يعني ما تقلش من 3 سنين. ثلاث سنين بالضبط. هذاك علاش يعتبر إنتاج فيلم مغامرة كبيرة، خاصة أنه الفيلم هو استثمار، يعني بالنسبة لك أنت كمنتج هو استثمار وعنده أيضا عائدات. السينما قداش تخدم من شخص في تونس؟ 5000 تقريبا هكاك أكثر؟ والله ما عنديش الحق الأرقام بالضبط، ولكن نحب نقول حاجة، اللي وقت اللي تصور فيلم في منطقة معناتها المتساكنين متاع المنطقة الكل يخدموا، من الخضار للخباز للمولالوتيل فهمتني الكل. البارحة تفضل. البارح نسمع في مدير مركز السينما المغاربية قال أنه قرية ورزازات بالضبط كلها تعيش من السينما. كنا في نفس الندوة فهمتني. قال معناتها كي تشوف حركة في السوق نتاع ورزازات تفهم اللي فما فيلم ولا ما فيلم. احنا وصلنا لهذا، احنا وصلنا لهذا. احنا مالوريزمون بعاد برشا على المغرب، بعاد برشا برشا. نحن الحق في الثمانينات كنا قدامهم وجاوا لتونس وشافوا كيفاش كنا نخدموا، والحق خذوا برشا قوانين وعدلوها على المغرب، ولكن قعدوا فهمني يطوروا في القطاع نتاعهم ويطوروا في القوانين، وكما نحن نقولوا في الدارجه التونسيه يحلوا في اللعب. معناتها الان المغرب نسمع في سي فاسي سليم فهري هو مدير عام تاع مركز السينما تاع المغرب، قال معناتها وقت يجي اي انتاج يتعمل في المغرب، المغرب يرجع له 20% من اللي تصرف في المغرب. هذا يعني مهم جدا، ونحن في تونس لازمنا نتحركوا في هذا الاتجاه هذايا. علاش؟ لان بلادنا اقرب، بلادنا اصغر. اش معناتها اصغر؟ معناتها في نهار ترانسبور تتعدى من الشمال الى الغابه في المياه للجنوب، وجنوب معناتها الصحراء ولا جبال ولا. وهذا مهم جدا، المغرب اكبر هذا 3-4 أيام يلزمهم. تونس ارخص برشا، تونس على الاقل حتى على الوتله ارخص برشا فهمني. وعندنا زاد التقنيين التوانسه راهو يخدموا مش في تونس بركه، ويخدموا في العالم الكل ومن احسن تقنيين عالميا. فالظروف كل متوفره الحق. شنو اللي ناقص؟ فقط شويه ناقص سوبليس في القوانين، ناقص الاراده السياسيه اللي بالضبط كيفاش الدوله والحكومه يتلهاو يعني. وذول موجود تو فما خطوات، ولكن يلزم نجريو اكثر. السينما دونك حبيب يلزم تو مثلا مركز سينمائي ياخذ مهامه كما يلزم، مركز السينما والصوره اللي موجود. مركز السينما والصوره اللي تخلق عام 2011 لليوم لي ديكري دابليكاسيون مازالوا ما تعملوش، وكانوا معناتها فارغ فهمني في الاخر.
فيلزم ندعموه ويلزم. السنية ما زالت طويلة، الإنتاج السينمائي هو ياخذ في مكانه شيئا فشيئا في تونس. السينما هي صناعة، والسينما كما كل الصناعات الأخرى تحتاج إلى أرضية من القوانين ومن الأموال. أنت تبارك الله خذيت برشا تانيتات في أيام قرطاج السينمائية، أكيد خاصة في الفيلم الأخراني زينب تكره الثلج مع مخرجة كوثر بن هنية. مش عطيوك احنا هدية رمزية، هو تانيت رمزي من التلفزة التونسية. أنا راني كنت باش نغير لو خاطر شفت لا 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 احنا ما قلت كما تحطينيش تانيت راني باش نغير. لا ما نجموش نستفاد. عيشك يا سيدي بارك الله فيك. شكرا لك حبيبي عطية، نتمنى كل توفيق لكل منجين، وان شاء الله يجي نهار تولي تونس تيغ دو تورناج كما نحبوها، وهذا ممكن جدا. تفضل التانيت هذايا. شكرا. اسمك استحفظ عليه. شكرا. استحفظ ياسير. استحفظ عليه. شكرا لك حبيب عطية. قلنا من البداية أنه محور الحرب هو المحور اللي باش نحكيو عليه في أيام قرطاج السينمائية فيها العدد هذا. نشوفوا التقرير عن الأفلام اللي تتحدث عن الحرب وتداعياتها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. عشاق أفلام الحرب في الدورة الحالية لأيام قرطاج السينمائية نجموا تتابعوا أفلام كان موضوعها الأساسي الحرب، أفلام تتحدث عن الحروب وأشكالها المختلفة وفيها الكثير من المشاهد والمعارك، لكنها أفلام تحتوي على الدراما وهذا اللي يميز على أفلام الحركة. أفلام الحرب تحتوي على مواضيع مختلفة وتتحدث عن النجاة والهروب، كما فيلم رحمة الغابة من رواندا، فيلم مشارك في المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة، يحكي على رقيب جندي يخسروا كل أفراد الكتيبة متاعهم ويضيعوا في الأدغال الكونغولية التي تعد الأخطر في العالم. فيلم آخر مشارك في المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة هو فيلم مسافر حرب للمخرج السوري جود سعيد، وينقل لنا وجه آخر من أوجه الحرب في سوريا طريقة كوميدية، شخصية غريبة تلقى روحها هاربة من الحرب. العمل بطولة الفنان القدير أيمن زيدان. بده أصرار، بده هيك شيء مختلف. لا تخافوا، هاد مو قنص، هاد هيك ترحيب فينا يعني بناغشة. والله انبطحوا أحسن. في إطار مسابقة الأفلام الطويلة الوثائقية نلقوا كينشاسا ماكامبو من الكونغو الديمقراطية، ثلاثة شبان قرروا يعملوا انتخابات في ظل تردي الأوضاع الأمنية في بلادهم. فيلم العراق سنة صفر وثائقي صور لنا الأشهر الأولى من حالة انتظار العراقيين للغزو الأمريكي. وضمن فقرة سينما العالم تكتشفوا فيلم أثناء الحرب اللي تم اختياره ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان كان. فيلم ينقل لنا حرب من نوع آخر، هي الحرب على الفساد وبحث الأبطال عن العدالة. هي أفلام تنقل لنا وحشية الحرب بطريقة واقعية أحياناً كوميدية، لكنها لا تخلو من الألم في تجسيد ويلات الحرب. هذه الحرب اللي تلقي بظلالها كما على المجتمع، وتلقي بظلالها أيضا على أعمال السيناريو كما قلنا، أعمال عديدة تشارك في هذه الدورة ومحورها الحرب. باش نمشيو توا الآن إلى شريط جميل جدا اسمه سوبا مودو. شريط هذايا باش يتعرض في إطار المسابقة الرسمية كما قلت لكم، يتوق ويريد أن يتحصل على التانيت، خاصة والفكرة متاعو حلوة. مانيش باش نحكي على الفيلم هذايا باش الناس تمشي تتفرج فيه، تذكروا هو فيلم من كينيا اسمه سوبا مودو. الفيلم يحكي على فتاة صغيرة هي مريضة، ولكن القرية تقرر أنها تعمل لها هدية ماهيش باش تنساها. الفتاة ماهيش حاضرة معنا، المخرج مش حاضر معنا، حاضرة معنا ماريان نونغو اللي هي ممثلة اللي هي أم البطلة الرئيسية في هذا الفيلم. هي تتحدث باللغة الإنجليزية، باش نسألوها وباش نحاولوا نترجموا في نفس الوقت. So Marian Nongo, welcome to Film Festival and welcome to this edition. So you play the role of the mother of this child. Yes, I do. It was easy to work with the child as actor?
Well, not so much, but I would say 50-50. 50-50, because she was a first-time actor. And so let's translate. Okay. سألتها أنه هي تمثل دور الأم في الشريط هذايا، شريط سوبر مودو أم الطفلة، فقلت لها هل أنه سهل أنك تمثل مع طفلة صغيرة؟ فقالت لي ما كانش سهل، كان تقريبا 50-50%، لأنه الطفلة هذه هي أول مرة تكون قدام الكاميرا. So you are satisfied by all the work, by this film, the work of all the team? Yes, yes. I believe everyone gave 100% of what they did, even the child actor. Yeah, she had an acting coach, so that made everything easier and really good. قالت أنه سألتها على سؤال اللي هي فرحانة بالنتيجة في آخر الأمر، فتقول لي أنه كل الفريق أعطى أكثر من 100%، وكان هذايا سهل العمل نتاعهم. I want to ask you many questions because you are expected to go to the projection of your film. Yeah. But let me ask you, I think that the film has very many opportunities to win Tanit and perhaps to win the Oscar for the most, the best. Best promising foreign language. Best in the Oscar in February. Yes, at the Oscars. It's been nominated, it's been selected for the Oscars next year. So we are waiting for it to be nominated and we're very hopeful about that. تقول الممثلة أنه الفيلم هذايا سألتها لأنه معناتها يطمح إلى أنه ينال الكثير من الجوائز، تقول لي أنا فعلا الفيلم هذايا تم اختياره ليمثل كينيا في مسابقة أفضل عمل أجنبي في جوائز الأوسكار. يعرفوا النتيجة، يمكن ما تعرفوا البلدان الكل ترشح شريط، كينيا باش ترشح الشريط هذايا سوبر مودو، وتقول أنه بطبيعة الحال تتمنى أنه الشريط هذايا يمثل كينيا. I think you have to go because you are expected for the projection for your film. But yes. before this, we will give you a little Tanit, just something symbolic from Tunisian TV and from this edition. This is this Tanit you will have it, mm-hmm. and you will go back to Kenya with this Tanit. Okay. So. Thank you. Wish you all the best for your film, and thank you so much. Wish to perhaps to see you in the last day for the festival. Awesome. Thank you. Thank you. Thank you. This is amazing. عطيتها التانيت هذا اللي هو باش يكون فيه جانب رمزي. حكيت لكم على الفيلم ما شفتوهوش، ولكن شوفوا التيزر والبوندانوس نتاع الفيلم سوبر مودو وتذكروا الفيلم هذا. Lakini utamwambia nini? Unajua anafaa kujua. Kile tu anafaa kujua saa hii anafaa kukua nyumbani. Sawa? Unadhania ni lake nenda. Hiyo hiki kinafaa kuenda kwa mganga. Gang, ume bust ball. Manzi anahitaji power zako. John in special. She's a little superhero. She's a little girl. Naona tumfanye kitu. Rule number one, usiambie mama. Jo, do something. Rudisha bag, your sister. فيلم سوبر مودو يتعدى بعد نص ساعة في الكوليزي، وهو فيلم من كينيا ويشارك في المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة. قبل ما نوصلوا للختام نذكركم أنه فما أربعة بلدان هي تنزل ضيفة وتكرم في أيام قرطاج سينمائية، هي السنغال، البرازيل، الهند والعراق. البارح عملنا فوكوس على السينما العراقية، اليوم فوكوس على سينما جاية من الهند. क्या छिपा रहा पीछे
في قسم سينما الهند تحت المجهر اخترنا باش نحكيو على فيلم ماري كوم للمخرج سايبين كادراس. ما نجموش ما نحكيوش على بطلة العمل الممثلة العالمية بيانكا تشوبرا اللي تمثل في دور غير مألوف في مسيرتها. الفيلم هذا يخرج نسبياً عن نمط الأفلام البوليودية المعروفة بما معنى مشاهد الرقص والغناء المتسمية على أفلام بوليود. ماري كوم بنية مجتهدة في قرايتها لكنها تحلم باش تولي ملاكمة. الفيلم يصور لنا مسيرة امرأة تبرز وتنجح في عالم الرجال، ونراه بريانكا على غير عادتها كمثال المرأة الجميلة والمثيرة، لكنها مثال المرأة القوية المتحدية القيم مجتمع ذكوري بامتياز. بفوكوس الهند نوصل إلى ختام النشرة اليومية، النشرة رقم 3 في عمر المهرجان هذايا. شكرا لكم على المواكبة، شكرا على المتابعة. أخبار أخرى ومهن أخرى وكل الفقرات تجيكم غدوة في نفس الموعد على نفس القناة. بسلامة.